ثلاثي ضوضاء الحياة مع تركو مينا وميزو. انا عرفت انت بتضحك منين. خلاص كيرش ياهو، اعمل كده بكيرش. انا بضحك من هنا. ايوه ياهو. الجميل بقى برج ايه؟ ساعات بدي كده العذراء. لا يا شيخ، العذراء والسعر الحمراء. اسف انا هسيبك انا وانت هروح شغل. انا اسف. نعم يا بابا. حطيت الجرنان على صدرك؟ اه يا حبيبي. الجو حر. حضرتك انا عايز اعمل بس ورقه عند الاستاذ الحاج. انت ما سمعتيش ايه الورقه اللي انا جاي اعملها؟ لا ما استنى اجيب لك كرسي. لا 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 اتمدد يا بابا. اللي يغيظك اول ما تدخل خان العمل عباده، تنزل تحت تلاقي الموظف والله العظيم انا ما شفتش كده في الدنيا. لا يعني تستحمل وتشيل ثلاثة. ثلاثة بس؟ ده انا عندي كتت تشيل خمسة ستة. شتانار 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 الحب شتانار شتانار شتانار. كنت عايز اطلع بطاقة. ورقك مش عايز. ليه يا فندم؟ ريقي نفسي مش عارفة ازاي الدمغي. اعمل ايه؟ يا ستة لتهم انا. نعم يا حبيبي. هو انت ريقك زي ريقي؟ يعني هتجيب تفكك زي فكك؟ دول حبيبي. كمان بصي انت عارف ان انا بحبك. انت عارف انا قبل ما انطور والله دخلت قعدت عكسك على الفيسبوك. اه صح. وعملت لك فولو وتعميته. ايوه. انا في اعتقادي يا مينا ان الممثل على قد ما يقدر يحافظ على وزنه. انت كان وزنك كده؟ اه. انت محافظه عليه؟ اه. لا اوعي. عايز اشوف شيماء كيف وهي داخله اوبن بوفيه. انت هتلاقي فجأة يعني تحس ان انا بتحول ايه عمرو ماجايفر في عربية تحلم كده وانشاء لك. ده انا لما بفكر بتعفكر واطلع بحاجات زي السكر. كنت بتلعبي ايه بقى؟ كنت من البنات اللي هم اللي في الفرقة الاستعراضية بتاعت المدرسة. مش كل مدرسة ليها فرقة؟ هي كانت الفرقة بتاعت المدرسة. ثلاثي ضوضاء الحياة السبت 10:00 مساء على الحياة.